كده هو يعني جاية هو مستنيين كمان الميعاد امتى؟ لان ليها يعني ليها تظبيطات وليها ترتيبات معينه من الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه، كل دوت ان شاء الله هنتابعه خلال الايام اللي جايه. هو اكيد يعني موسيماني عامل حسابه لده، واكيد طبعا يعني ده في حسبانه بشكل كبير، ان انت يعني تعمل حسابك ان المباراه تتاجل، ان المباراه طبيعي تتلعب بعد وقت. اكيد هو عنده سيناريوهات يعني متحضره زي ما بيقولوا. هو بقول لك هي العمليه ما بتبقاش بالسهوله زي انا دايما وجهه نظري ان النادي الاهلي في كيرف عالي جدا، والاهلي في اعلى مستوياته، ومن الحاله الفنيه لما بتستقر وبتلعبي ماتشات والريتم المباريات نفسه بيبقى ثابت باداء جيد، ده ممكن يتكسر علشان نطلع الكيرف ده تاني ان شاء الله. يعني في لعيبه دوليه يوم 9 من يوم 9 ل 17 مش موجوده كتير، وانت عارفه طبعا دوليه كل لعيبه النادي الاهلي لعيبه دوليه، يعني حتى عندنا علي معلول واجايي وجيلاردو وغير اللعيبه بتاعه النادي الاهلي ولاعيبه النوادي الاخرى، كل دول كانوا هيروحوا ويرجعوا. فان شاء الله باذن الله احنا بنتكلم، انا بتكلم بس جزء فني ان هو ممكن يكسر الريتم اللي احنا كنا ماشيين بيه، لكن تاني موسيماني عنده من الخبره الكبيره انه كمان بعد الاجنده الدوليه متابعه مباريات وديه يشتغل بشكل مباشر، ممكن يكون ان شاء الله يكون خير للنادي الاهلي ان بعض اللعيبه كمان تقف على رجليها بشكل افضل. صحيح. رجوع كهربا يبقى افضل، عندنا بعض العناصر مثلا عندنا رامي ربيعه في نهايه لسه، بس رامي لسه شويه يعني ممكن جدا بقى يعني كمان يعني يلحق. فرصه بالنسبه له ان هو يلحق، لو يعني لحق يبقى كويس قوي، يكون على الاقل موجود وسط المجموعه، فبتكلم ان شاء الله يكون خير. نستفيد لكن من هذا التاجيل طبعا نستفيد من أكيد التاجيل زي أكيد ما انت قلت، اكيد لازم ان شاء الله باذن أكيد. الله اكيد خلصت اخبارنا، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل معانا الناقد الرياضي المتميز دكتور طارق الادوار، اتفضل.